السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله بالخير أوقاتكم. عاجل ورد قبل قليل، بنك صنعاء يعلن عن تعويض المواطنين في المحافظات الجنوبية بالسعر الحقيقي للعملة القديمة، وإلى التفاصيل. أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء أنه سيقوم بتعويض المواطنين في المحافظات الجنوبية ممن يملكون مدخرات من العملة القديمة. وقال بنك صنعاء في بيان جديد له الجمعة أنه سيعلن يوم الثلاثاء عن آلية لتعويض المواطنين على أموالهم وفق قيمتها الحقيقية، بعدما قال عنه محاولة البنك في عدم نهب تلك المدخرات. وقال بيان بنك صنعاء إنه نظرا لقيام البنك المركزي في عدن بمحاولة نهب العملة القانونية من المواطنين، فإن البنك في صنعاء يعلن أنه سيقوم بتعويض المبالغ من العملة القانونية التي يتم تداولها حاليا في المحافظات المحتلة بما يقابلها من القيم الحقيقية بالعملة غير القانونية المتداولة في تلك المحافظات وبحسب الأسعار السائدة كل يوم، مشيرا إلى أن البنك سيعلن عن التفاصيل المتعلقة بآلية التعويض يوم الثلاثاء القادم. وهذه هي المذكرة الخاصة بهذا الموضوع. أمامكم مأثلة أمامكم على الشاشة، ونصها بسم الله الرحمن الرحيم: إعلان هام حفاظا على حقوق ومدخرات المواطنين في المحافظات المحتلة والذين بحوزتهم مبالغ مالية من العملة القانونية، ونظرا لقيام ما يسمى البنك المركزي في عدن بمحاولة نهبها من خلال إعلانه الصادر بتاريخ 30 مايو 2024 وانطلاقا من المسؤولية الدستورية والقانونية والوطنية، فإن البنك المركزي يعلن أنه سيقوم بتعويض مبالغ من العملة القانونية التي يتم تداولها حاليا في المحافظات المحتلة بما يقابلها من القيم الحقيقية بالعملة غير القانونية المتداولة في تلك المحافظات وبحسب الأسعار السائدة كل يوم، علما أن البنك المركزي سينشر كافة التفاصيل المتعلقة بآلية التعويض يوم الثلاثاء بتاريخ 27 ذي القعدة 1445 الموافق 4 يونيو 2024، صادر عن البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي صنعاء بتاريخ 23/11/1445 الموافق 31/5/2024. طبعا هذا الإجراء هو إجراء سليم وحكيم، وأعتقد أنه سيلقى ترحيبا من المواطنين في الجنوب، وهو يأتي لمواجهة قرار بنك عدن الذي قضى بسحب العملة القديمة في محاولة لضرب الاقتصاد الوطني. وإذا كان لكم رأي آخر فاكتبوه في تعليق. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.